بسم الله الرحمن الرحيم. لكل من يعاني من السحر والحسد ووقف الحال، لعلها رسالة إليك أخي الحبيب تجد فيها الفرج إن شاء الله. الحقيقة معظمنا أيها الأحبة يغفل عن معلومات بسيطة جدا وأعمال سهلة جدا يكون فيها الحل، مثل إنسان مريض علاجه قد يكون بسيطا جدا ومجانيا، ولكنه يذهب في الاتجاه الخاطئ. نحن أيها الأحبة كلنا في هذا العصر بالذات نعاني من مشاكل وهموم، الشيطان موجود من حولنا أيها الأحبة، ينبغي ألا نغفل وجود هذا الشيطان وله تأثير، وهناك من الحاسدين ما لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، والقرآن حدثنا بل حذرنا منهم. طيب لماذا نغفل كلام الله سبحانه وتعالى؟ لماذا نتغاضى عن الأوامر والتحذيرات التي أطلقها القرآن وفيها خير لنا، ثم ننغمس في هذه الدنيا وبعد ذلك نشكو الهموم وقلة الحال ووقف الحال وغير ذلك؟ أخي الحبيب، أنا سأعطيك 7 أعمال أمرنا بها القرآن، أمرنا بها النبي، طبقها النبي الكريم وطبقها الصحابة، وكانوا أفضل الناس وأحسن الناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر إنسان على وجه الأرض اطمئنانا، كان أكثر شخص مطمئن هو النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح أنه أوذي في سبيل الله وكذب واتهم بالجنون واتهم بأنه كاهن واتهم بأنه كذاب واتهم بأنه افترى على الله كذبا واتهم بأنه جاء بأساطير وخرافات، كل هذه التهم بالإضافة تآمروا على قتله، ولكنه كان مطمئنا. لماذا؟ لأن مستوى الثقة لديه كان عاليا جدا. طيب هذه الثقة من أين جاء بها؟ من القرآن، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الأحبة، أول سلوك وأهم سلوك على الإطلاق تميز به النبي والصحابة الكرام هو سلوك التقوى. لذلك نجد القرآن مليء بالآيات التي تأمرنا بالتقوى، حتى إن آخر آية في القرآن نزلت، ما هي آخر آية نزلت من القرآن؟ يعني نحن نعلم أن ختام الشيء هو يعني يكون على درجة عالية من الأهمية، فآخر آية من القرآن تأمرنا بالتقوى. الله تعالى يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن آخر وصية من وصايا القرآن شيئين أيها الأحبة: التقوى، وأن نوجه اهتمامنا ونظرنا باتجاه اليوم الذي تشخص فيه الأبصار، باتجاه ذلك اليوم الذي كان مقداره 50,000 سنة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن هذه الآية أخي الحبيب تلخص لك منهج حياتك. المنهج الذي يجب أن تسلكه هو منهج التقوى والاستعداد لذلك اليوم. طيب هذا المنهج ما هي الفائدة منه علميا؟ نحن نتحدث حسب مبادئ علم النفس الآن ومبادئ العلم بشكل عام. ما الفائدة؟ أنا إذا خفت من الله واتقيت الله سبحانه وتعالى وعملت حسابا لذلك اليوم الذي سأحاسب فيه عن كل كبيرة وصغيرة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن أخي الحبيب، كل صغيرة وكبيرة سيحصيها عليك الله سبحانه وتعالى ثم تجدها أمامك يوم القيامة. التقوى أخي الحبيب
ارتبط بالرزق. الرزق لم يرتبط بالأسباب المادية في القرآن الكريم. الرزق ذكر أكثر من 100 مرة. أنا قرأت الآيات جميعا، لم أجد آية تربط بين الرزق وكثرة العمل، وهذا منطقي لأن أغنى الناس هم أقلهم عملا. يعني انظروا اليوم إلى أغنى 100 شخص في العالم، كل واحد يجلس على مكتبه ويفكر، هو لا يبذل جهدا عضليا. العامل الذي يعمل في البناء يبذل جهدا أكثر مما يبذله هؤلاء 100 الأغنى. تصور. إذا القضية ليست قضية جهد وتعب، لا لا، القضية هي قضية فكرية. والتقوى أيها الأحبة أصلا مكانه القلب. يعني أنت إذا لم يكن لديك تقوى في القلب كل أعمالك غير متقبلة. إذا هناك من يصلي ولكن نفاقا، ويصوم نفاقا، ويفعل الخير يعطي الصدقات نفاقا، هذا لا يقبل منه، وبالتالي هذه الأعمال ليس منها فائدة. إذن الرزق في القرآن لم يرتبط بالعمل أبدا، ارتبط بالتقوى. قال سبحانه وتعالى: واحفظ هذه الآية جيدا أخي الكريم، ومن يتق الله ماذا؟ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن التقوى هي مفتاح الرزق باختصار. تريد الرزق الكثير والواسع، اتق الله، لأن الكنوز عند الله، لأن الرزق عند الله. وفي السماء رزقكم. أنا رزقي ليس على الأرض على فكرة، مكتوب في السماء عند الله: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذا الرزق أخي الحبيب بيد الله. أصلح علاقتك مع الله لكي تكسب هذا الرزق الكثير إن شاء الله، ثم إن الله عز وجل يعطيك ما يصلحك، لا يعطي عشوائيا مثل عطاء البشر، لا، يعطيك القدر الذي يصلحك ويجعلك تتقي الله أكثر. إذن التقوى هذه هي النصيحة الأولى. رقم 2، معظمنا لا يحافظ على الطهارة للأسف. والطهارة بسيطة، هي الوضوء، أن تحرص أن تكون متوضئا لأطول مدة ممكنة. كلما أحدثت توضأ. طيب ما فائدة الوضوء؟ الوضوء هو والطهارة يعني بشكل عام السلاح رقم 1 أولا في الطب الوقائي إذا أردنا أن نتحدث علميا. يعني أنت عندما تغسل يدك ووجهك ويديك إلى المرفقين والأجزاء المكشوفة والرجلين كل يوم 5 مرات أو أكثر، فأنت تتقي شر الكثير من الأوبئة وشر الكثير من الفيروسات والبكتيريا الخطيرة. إذن هو سلاح في الطب الوقائي، هذا علميا. طيب هو سلاح أيضا ضد الشيطان، لأن الشيطان يكره الطهارة، يكره المتطهرين. سيدنا لوط أيها الأحبة، ما هي جريمته؟ أنه كان من المتطهرين، لذلك قومه الذين مارسوا الشذوذ الجنسي والفاحشة ماذا قالوا؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. الشاذ جنسيا يكره الطهارة، لأن الشذوذ بحد ذاته هو نجاسة، وبالتالي الشيطان يشجع على النجاسة، يشجع على الشذوذ، يريدك أن تكون بعيدا عن الله عز وجل، وبالتالي سيستلمك الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان. مهم أخي الحبيب، الطهارة مهمة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان. يعني الطهارة نصف الإيمان. طيب لماذا الشيطان يهرب من الإنسان الطاهر؟ لأنك عندما تتوضأ أولا هذا أمر يجعلك طاهرا في بدنك ولباسك وبيتك، والملائكة تحب الطهارة،
وعندما تتوضأ لابد أن تذكر الله، والملائكة تأتي تتتبع من يذكر الله سبحانه وتعالى. الشيطان يكره ذكر الله ويفر من البيت الذي يقرأ فيه القرآن، وبخاصة سورة البقرة. إذن أنا حتى أدرأ عني شر السحر وشر الحسد ووقف الحال، الطهارة هي إجراء ضروري أمر به الله سبحانه وتعالى، بل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن أنت عندما تتطهر دخلت في محبة الله وفي حماية الله، فأي شيطان سيقترب منك وأي سحر سيؤثر عليك؟ هذا رقم اثنان. رقم ثلاثة أيها الأحبة، معظمنا يغفل عن موضوع الرقية الشرعية. الرقية الشرعية ليست مجرد شعوذة كما يعني يظن، لأنه للأسف الذين اشتغلوا في هذا المجال جعلوها مصدرا للرزق والنصب والاحتيال. فكثير من الناس أخذ فكرة عن هذا الموضوع أنه خزعبلات. لا يا أخي، الرقية الشرعية هي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أعظم كلام يمكن أن يجري على لسانك هو كلام الله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن لسانك هذا يجب أن ينطق كل يوم بالقرآن الكريم وبالأدعية التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني سأعطيك مثال أخي الحبيب، أنت عندما تقرأ المعوذتين وتقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد السحرة ومن شر حاسد إذا حسد، طيب أنت بمن عذت؟ بمن احتميت؟ أعوذ يعني أحتمي، بمن احتميت؟ بالله. قل أعوذ برب الفلق، رب الكون الذي فلق الحب والنوى، هذا الإله العظيم الذي يتحكم بكل ذرة من ذرات الكون ويتحكم بهؤلاء السحرة أيضا، فأنت احتميت به، فهل يضرك شيء وأنت في حماية الله؟ ولكن هنا انتبه معي أخي الحبيب، يجب أن تثق ثقة كاملة بهذا الإله العظيم. يعني لا تقرأ قل أعوذ برب الفلق وأنت تفكر بأشياء أخرى، لا، يجب أن يعني تلتجئ بقلبك قبل لسانك إلى الله عز وجل. يعني قلبك هذا يجب أن يكون معلقا بالله، واثقا بالله، وأنت تدرك أنك دخلت في حماية الملك سبحانه وتعالى. وهذه القضية مهمة للقضاء على الوساوس، لأن معظم من يعانون من وساوس تكون ثقتهم بالله ضعيفة، فيحتاج أن يقوي هذه الثقة، أن يستيقن أن الله بالفعل يحفظه وأن الله بالفعل يحميه وقادر على حمايته. عندما تتغلب لديك قوة الشيطان على قوة الثقة بالله تصاب بالوسواس، يتحكم بك الشيطان، يستحوذ عليك الشيطان. إذن أخي الحبيب، الرقية الشرعية هي عبارة عن آيات تقرأها، والقرآن كله رقية. القرآن كله، ما معنى رقية؟ يعني رقية أنك تحفظ نفسك، حفظ. الرقية هي الحفظ للنفس من الشرور، من شر الشيطان، من شر الناس، من شر الحاسدين، من شر الأمراض، من شر الفقر، كل أنواع الشرور. كلام الله يحفظك، كلام الله هو أعظم كلام على الإطلاق. وعلى رأس هذه الرقية آية الكرسي كما علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أكد أنه لا يزال عليك حافظ من الله إذا قرأتها في المساء حتى تصبح، وإذا قرأتها في الصباح لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي. فعلى الأقل اقرأ آية الكرسي صباحا ومساء، بالإضافة للمعوذتين والفاتحة وسورة الإخلاص. هي أبسط رقية شرعية، كل يوم يجب أن يكون نظام عمل يومي لتحمي نفسك. يعني هناك إجراءات، نحن عندما رأينا وباء كورونا في الفترة الأخيرة أصبح الكل يلهث وراء الكمامات والأغطية هذه خوفا من فيروس خوف. طيب ألا نخاف عذاب الله؟
ألا نأخذ إجراءات نحفظ أنفسنا أولا من عذاب الله ومن شرور الدنيا؟ إذن الرقية الشرعية مهمة جدا، وأي دعاء نبوي وكل آيات القرآن هي رقية شرعية على فكرة، لكي لا يظن أحد أن هذه الآية أقوى من هذه الآية وهذه أفضل. القرآن كله كلام الله وكله خير، ولكن هناك بعض الآيات مثل آية الكرسي، سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة من القرآن، سورة ياسين، سورة الشفاء، فهذه السور يعني يكون لها تأثير في نواحي محددة إذا كررها الإنسان ووثق فيها يمكن أن تكون شفاء وحفظا له من الشرور إن شاء الله. طيب القضية الرابعة قضية الصدقة أيها الأحبة. يعني طبعا أنا وضعت هنا 7 قضايا يعني أحببت أن أذكركم بها، مع العلم أن هناك مئات القضايا، ولكن هذه 7 التي يعني أنا حسب تجربتي تعطيك حماية، يعني يمكن أن نسميها إجراءات الأمان، السلامة والأمان. يعني نحن في المصانع والمعامل والشركات وفي الطيران يضعون ما يسمى بإجراءات السلامة والأمان لكي تضمن سلامة من يكون في هذه المنشأة أو في هذه الطائرة أو في هذا المكان. طيب أنت ألا تريد إجراءات سلامة تحفظك من شر الشيطان وشر السحر وشر الحسد وهذه الشرور؟ يعني لماذا نغفل هذا الجانب أيها الأحبة؟ فالصدقة أخي الحبيب هي برهان ودليل على صدقك مع الله. أنت لتكون صادقا مع الله يجب أن تتصدق، وأقل أنواع الصدقة صدقة مجانية يمكن أن أسميها، هي أن تتبسم بوجه أخيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وتبسمك بوجه أخيك لك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. تكلم بكلمة طيبة مع أهلك، مع أبنائك، مع زوجتك، مع أبويك، مع جيرانك، مع كل الناس. الله تعالى أمرنا أن نحسن لكل الناس حتى للملحدين، وقولوا للناس حسنا. المسلم أخي الحبيب والمؤمن بالله سبحانه وتعالى مثل الريحانة، مثل يعني شمعة تضيء للآخرين، يستفيد منها كل الناس بغض النظر عن دينه ومعتقده ومذهبه. لذلك هذه الصدقة أخي الحبيب هي دواء، داو مرضاكم بالصدقة. الصدقة يمكن أن تصرف عنك شرور كثيرة. الله عز وجل كثير من الآيات في القرآن يؤكد على الصدقة، يؤكد على الإنفاق، وأنفقوا في سبيل الله. آيات كثيرة والأحاديث كثيرة أيضا. اتقوا النار ولو بشق تمرة، بنصف تمرة. إذن لا تترك نفسك من دون صدقة كل يوم. انتبه لموضوع الصدقة لأنه مهم في تيسير الحال الواقف إن شاء الله. قضية الخامسة صلة الرحم. للأسف غفلنا اليوم أخي الحبيب، أنت من خلال برنامج واتساب مثلا ترسل رسالة لأقربائك كلمة تطمئن بهم عليهم. طيب هذه الكلمة هي ماذا؟ هي صلة رحم. تليفون أحيانا تتحدث مكالمة مدتها 3 دقائق تطمئن على قريب لك، هذه صلة رحم. يعني اليوم صلة الرحم ميسرة، ولكن على الرغم من ذلك نحن سبحان الله شغلتنا شواغل العصر هذه الأيام. طيب صلة الرحم أيها الأحبة أولا تطيل العمر كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام، وتطرح البركة في الرزق. يعني إذا كان حالك واقف صل الرحم، إذا كان حالك واقف من حيث الرزق، من حيث العمل، من حيث الزواج، أي شيء متوقف عندك ابحث عن موضوع صلة الرحم. اجلس واطرح أسئلة على نفسك، هل أنا قصرت في حق أحد؟ ربما قطع الرحم أدى إلى قطع الحال ووقف الحال، فبادر بصلة الرحم، والله عز وجل تعهد أنه سيصل من وصل الرحم
وسيقطع من قطعه، بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. والقرآن العظيم تعلمون أيها الأحبة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، جعل الإحسان للوالدين بعد عبادة الله مباشرة. وبالتالي قضية مهمة جدا قضية صلة الرحم أخي الحبيب. قضية السادسة الدعاء. كثير منا يمر عليه يوم كامل وهو يلهو ويعبث ومنشغل ولا يتذكر الدعاء. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فتجد أنه يلهث وراء يعني شيء للأسف دنيوي وينسى نفسه. فقضية الدعاء قضية مهمة والله أمرنا بذلك، يعني هو أمر إلهي. الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن الدعاء فرض مفروض علينا، والدعاء مخ العبادة أيها الأحبة. لذلك كل يوم ادعو، على الأقل ادعو بدعاء النبي الذي يجمع لك خيري الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. فإذا حقق الله لك ذلك، رحمك وحفظك ورفعك وغفر، طيب ماذا تريد بعد ذلك؟ ورزقك. إذن الدعاء مهم جدا. القضية السابعة والأخيرة أيها الأحبة أختم بها، وهذه للأسف 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 الشديد نادرا ما تجد إنسان يطبقها، المناجاة بينك وبين الله. أن تناجي الملك سبحانه وتعالى، أن تشعر بقرب الله منك. الله تعالى يقول فإني قريب، ويقول أيضا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهو معكم أينما كنتم. فهذا الإله العظيم قريب مني جدا، يسمعني أكثر مما أنا أسمع نفسي، ويعلم عني أكثر مما أنا أعلم عن نفسي. ربكم أعلم بما في نفوسكم. فهذا الإله العظيم عندما تخلو مع نفسك بالليل، وبخاصة في وقت السحر وقت إجابة الدعاء الذي يتجلى الله فيه على العباد، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. طيب الله سبحانه وتعالى أصلا موجود معنا بعلمه وبقدرته وبحفظه وبكرمه، فهذا الوقت يجب أن تشعر أن الله قريب منك جدا، فاطلب منه ما تشاء. قل يا رب أنا حالي واقف، يسر لي هذه الحال. ولكن يجب أن تستيقن أن الله يسمعك، وأن الله قريب منك، وأن الله سيستجيب في الوقت الذي هو يراه خيرا لك. لأن الشر أحيانا قد يكون من ورائه خير ونحن لا نعلم. الله سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن أنا ربما أدعو بشيء فيه شر لو استجابه الله بسرعة، فالله يؤخر الإجابة لخير أنا لا أعلمه سأعلمه في المستقبل. إذن أخي الحبيب، الله عز وجل عندما يعني تدعوه وتتقرب منه وتناجيه سبحانه وتعالى، والله راحة نفسية. يعني أنت عندما تناجي الملك وتشعر أنك قريب منه وأنه يسمعك ويراك وهو معك وهو قادر أن يحفظك ويذهب عنك كل شر، هذا الإحساس يكفي. هذا الإحساس يزيل عنك هموم الدنيا. لذلك أخي الحبيب، هذه القضايا السبعة أرجو أن نهتم بها جميعا، بالإضافة لكل تعاليم القرآن وكل تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، لنعيش حياة هادئة مطمئنة خالية من المشاكل إن شاء الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.